خلصنا من السادس ونجحنا، هسه تعال انتظر القبول. ايه والتعيينات والبطالة شو نسيتها؟ ما تتعين لو يجي ابوك. يا هسه لو متعيناني بالبرلمان كان جامعني صار وطفر من زمان، لان كلها طفرت وشعابنا خلصت. بويا يا لما باع الاخبار كلها قيل وقال، ما متنسينا بد ماكو راحة بال، شعب بس يباوع انتظار الخطوب. بس بسيطة ما يوفر الرباط ماكو بس بسيطة، تجينا وتقسمون الخريطة، درجة الحرارة 50 مصيبة. بس بسيطة ماكو خدمات هنين بس بسيطة، تخمطوا رواتب هنين بسيطة، شارع بدنا مطوف فوق المصيبة. فوق الهنزعات يجي واحد منهم يرشح للانتخابات، احنا ننتخب بيهم. وكم احنا البينا صار مثل سايكس بيكو يقسمون برض العراق، احنا بس نصفقهم. مدري شين احنا بس نصفق، يا هل يجي نصفق بينا وعمر وتمرض، خلاص عمرنا نركض. صدام راح يجي مالك يقينا ان شاء الله تفرج، راح نريد العباد يقينا همين تفرج. وكوين اولي جزا روح افطراني بعباد، خلو العراق لكم والحارات. صرنا مثل صدنا كل هالطوع مثل مارة، قتل خطف ترجل كل من عبارة. بسيطة بسيطة بس اقول بسيطة، يجي يوم ان شاء الله انصيده انصيده، هذا اللي هجرنا هذا اللي دمرنا، يجي يوم نديحة من كل ما ديحنا. بسيطة بسيطة بس اقول بسيطة، يجي يوم ان شاء الله انصيده انصيده، هذا اللي هجرنا هذا اللي دمرنا، يجي يوم نديحة مثل ما ديحنا. Oh yeah.